أكد وزير المالية أحمد كوجا أن الحكومة تستهدف تحسين بيئة الأعمال وخفض الأعباء المالية من خلال سياسات مالية واستثمارية وتجارية متكاملة على نحو يسهم في دفع حركة الاستثمار والإنتاج والتصدير لتشجيع نمو القطاع الخاص في الاقتصاد. وقال وزير المالية إن هناك برامج ومبادرات داعمة للمستثمرين المحليين والأجانب ترتكز على ربط الحوافز بتحقيق النتائج والمستهدفات على أرض الواقع. جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية بممثلي مجتمع الأعمال التركي على هامش مشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي التركي. أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط أن استراتيجية الحكومة الجديدة ترتكز على الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد تنافسي قادر على جذب الاستثمارات، فضلا عن التركيز على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وذلك في إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية للتنمية. جاء ذلك في النسخة الثانية من سلسلة الحوارات التي تعقدها وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع القطاع الخاص تحت عنوان تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية، بمشاركة نحو 85 ممثلا من شركات القطاع الخاص لتعريف شركات القطاع الخاص بفرص تعزيز التجارة والاستثمار مع المملكة المتحدة وأهم الآليات التمويلية والمبادرات المقدمة من الجهات المشاركة. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع متوسط الأجر الشهري للعاملين في كل من القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بنسبة زيادة بلغت 16.8% بعام 2023. جاء ذلك خلال النشرة السنوية لإحصاءات التوظيف والأجور وساعات العمل عام 2023 والتي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. أوضح الجهاز أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في كل من القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بلغ 5005 جنيهات في العام الماضي مقابل 4284 جنيه في عام 22. قام وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب بزيارة ميدانية إلى المنطقة الصناعية الحرة في محافظة الإسماعيلية، تفقد خلالها عددا من المصانع العاملة في مجالات الغزل والنسيج والتصنيع المستلزمات الطبية والنقل واللوجستيات. استهل الوزير جولته بزيارة أحد مصانع الملابس الجاهزة والأقمشة والغزل والنسيج والذي يبلغ حجم استثماراته 110 ملايين دولار ويصدر إنتاجه بالكامل للأسواق الخارجية. كما تفقد الوزير مصنعا للمستلزمات الطبية يبلغ حجم استثماراته 3 ملايين دولار ويصدر نحو 80% من إنتاجه للأسواق الخارجية. في أسواق البترول العالمية هبطت العقود الآجلة للنفط وسجلت خسارة أسبوعية بأكثر من 7% بعدما أظهرت بيانات أن نمو الاقتصاد الصيني تباطأ مع تقييم المستثمرين لتوقعات متباينة بشأن الشرق الأوسط، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ب 1.87% لتحقق ما قيمته 73 دولار و6 سنتات للبرميل. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 2.5% ليحقق 69 دولار و22 سنتا للبرميل. هذا وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.83% لتصل إلى 2.16 دولار للتر. كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.79% لتسجل ما قيمته 2.26 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دول مجموعة بريكس تعمل على تنظيم تبادل المعلومات المالية بين البنوك المركزية، وهو ما سيكون بديلاً لنظام سويفت الأمريكي. كما أشار بوتين إلى أنه تجرى حالياً دراسة إمكانيات التوسع في استخدام العملات الوطنية وإنشاء الأدوات التي من شأنها أن تجعل هذا العمل آمناً. أكد صندوق النقد الدولي أنه صرف 1.1 مليار دولار إضافية لأوكرانيا بعد موافقة مجلسه التنفيذي على الاتفاق
المتعلق بالمراجعة الخامسة لبرنامج المساعدات الحالي، وأشار إلى أنه بذلك يصل المبلغ الذي صرف لأوكرانيا 8.7 مليار دولار من أصل 15.6 مليار دولار منصوص عليها في برنامج المساعدات. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، قالت إن أداء الحكومة الأوكرانية والتزامها في إطار البرنامج لا يزال قويين، وقد تم استيفاء كافة معايير الأداء، ويبدو أن معايير سبتمبر تسير على المسار الصحيح. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن عجز الميزانية سجل ما قيمته 1.8 تريليون دولار خلال العام الماضي، في ارتفاع عن مستويات العام الجاري 2023، وذلك بسبب الإنفاق الكبير بما في ذلك الفوائد على الدين العام. ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن العجز الإجمالي اتسع بمقدار 138 مليار دولار للسنة المالية، كما يمثل هذا العام ثالث أعلى عجز تسجله الولايات المتحدة بعد عامي 2020-2021، موضحة أن هناك ارتفاعاً بنحو 30% في الإنفاق على فوائد الدين العام، يرجع ذلك إلى حد كبير لارتفاع أسعار الفائدة.